طيب يلا قول لي هتعمل ايه دلوقتي. دلوقتي احنا هنعمل ثلاث حاجات عشان نعمل لازانيا كلاسيكا الراجو. الراجو اللي هو صوص الراجو. اوكي. انت طبعا عارفاه بس هنشرحه للناس. صح. هو عباره عن صوص باللحمه المفرومه. خلينا نحط والخضار. الاول نكسب وقت. يلا. هنا ايه رايك؟ نحط الزبده. يلا. يلا. انا هساعدك. يلا بينا. هنحط زبده وزيت زيتون. انت قريت المكونات؟ هقرا لهم المكونات حالا. انت دخلتيني على طول في طرق الطهي. يلا بينا. يلا. المكونات لازانيا 50 جرام جبنه بارميجانو ريجيانو ومبشوره و100 جرام جبنه بارميجانو برضو للتتبيل بتاع الراجو وموتزاريلا على الوش. صوص الراجو هيبقى 250 جرام لحمه مفرومه، احنا بنعمل كميه صغيره، واحده جزره كبيره، واحد عود كرفس، بصلتين كبيره، عود روزماري، واحد حبه طماطم مقشره بدون بذر ومقطعه مكعبات، احنا هفهمكم ليه بدون بذر، نص كوبايه عصير طماطم وربع كوبايه عصير عنب اهو، و4 جرام زيت زيتون، 55 جرام زبده، ملح وفلفل طبعا، وربع معلقه صغيره جوزه الطيب، 30 جرام جبنه بارميجانو. دي تاني عشان بصوا هتلاقوا جبنه بارميجانو كتير، افهمكم ليه؟ لان الايطاليين بيتبلوا بيها مش بس بيطبخوا او يزينوا بيها. صوص البشاميلا، واقول لكم يعني ايه بشاميلا، 5 معالق كبيره زبده، 4 معالق كبيره دقيق، 3 كوب لبن، معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره جوزة الطيب برضو في البشاميل، و20 جرام جبنه بارميزان. طيب احنا هنحط ايه هنا؟ هنحط زبده وزيت زيتون. حطيت خلاص طبعا. يلا طيب دلوقتي بقى هننزل البصل الكرفس والجزر. الجزر كان هنا واختفى. دلوقتي نجيب الجزر. اوكي. نحط والبصل. والبصل ممكن بعد الكرفس والجزر بس مش مشكله، احنا ما عندناش وقت فممكن ننزلهم كلهم مع بعضيهم. يلا يلا. البصل دايما بيبقى اكتر من الجزر والكرفس. أوكي. زي ما انت عارفه اللي هو الميروبوا او السوفريتو بالايطالي اللي هو البيز بتاع كل الطبخات والشربات الايطاليه او الميديترينيان او بلاد البحر الابيض المتوسط، اللي هي بتبقى عباره عن ماده دهنيه زيت زيتون لانه هو مشهور في بلاد البحر الابيض المتوسط كله، وبتحط عليها البصل والجزر والكرفس، كميه البصل بتبقى ضعف الجزر والكرفس. اوكي نجيب بس الجزر او ما اخد يلا. عشان كنا بنقطعه لك صغير. أيوة. بالظبط. طيب فابتدى الموضوع، لازم نعلي شويه النار ممكن عشان النار على 9. اوكي يلا حلو. تعالى بقى هنا دلوقتي يلا وانتقل هيا بنا. يلا دلوقتي بقى هنزل الطماطم الفريش اللي متشال منها البذر والقش، وهنقلبهم تقلبتين حلوين لما اللحمه تاخد لون كويس جدا. لازم طبعا تعمل على نار عاليه، وبعدين عشان مفيش وقت برضو هنزل صلصه الطماطم. الاحسن في حاجه في ايطاليا اسمها باساتا اللي هي الصوص بتاع الطماطم الفريش. بيعبوه يعني، هما بيعصروا الطماطم وبيركزوها شويه صغيرين، مش مركزه قوي زي اللي عندنا، وبيعبوها وتبقى رخيصه جدا، بيفتحوها يعملوا بيها باستا، يعملوا بيها كل حاجه. فنستعمل الباساتا، بس لو مش موجوده بنستعمل عادي صلصه المعجون، بنخففها او عصير طماطم، وبنحط معلقه صلصه صغيره عشان تدينا طعم قوي وعشان تدينا كمان لون. طيب ادي عندك الملح والفلفل. انت مش هتحط صلصه طماطم؟ احنا حطينا، بس هي ممكن ناخد ازيد شويه بس مش مشكله. اوكي تمام. دلوقتي كمان هحط ملح وفلفل، وهحط الروزماري كمان نسيته ده. دي كده الصوص بتاعه الحشوه الراجو. الراجو مظبوط. وهتحط ملح وفلفل وكده تبقى الصوص جهزت، الخلطه جهزت، وشويه جوزه الطيب وشويه بارميجانو. ادي جوزه الطيب وادي الطيب في الاخر خالص عشان ما تمررش، والبارميجانو كمان. احنا البارميجانو دي مش واجهه، البارميجانو في ايطاليا عشان هي فيها نسبه من افخم انواع الجبنه في العالم كلها، ودي المدينه اللي انا كنت عايش فيها اسمها ريجيو ايميليا اللي جاي منها ريجيانو اللي في اسم البارميجانو، بتسميها على اسم المدينه. انت جاي من المنبع يعني، متخيلك دلوقتي وانت وسط الجبنه كم الجبنه اللي هناك. انا كنت بروح المصنع بتوه بعمل انا عايز اخد دول معايا كلهم. دلوقتي عمرو ظبط لنا وقول عملت ايه. انا هنا هعمل البشاميل معاك. دلوقتي احنا حطينا شويه صلصه كمان، دلوقتي جه معاد جوزة الطيب نقطه بس كده اهو. الايطاليين مش بيستعملوا توابل كتير زي ما انتم شفتوا، انا حطيت بس روزماري وشويه بارميجانو عشان البارميجانو فيها ملح، فبتدي بتملح شويه الراجو وبتدي له مذاق كده فيه امامي. طيب هنحط دلوقتي الزبده والدقيق وهنقلبهم مع بعض لحد البشاميلا الايطالي ما بيبقاش غامق، بيبقى فاتح، بيبقى اشقر. وهو مكوناته سهله جدا، عباره عن دقيق وزبده ولبن وجبنه بارميجانو ونقطه جوزه الطيب. اللي مش عايز جوزه الطيب ما يحطهاش، اللي عايز يحط كريمه ممكن يقلل شويه من اللبن ويحط كريمه بدلها. خلي بقى شويه اللبن لو سمحت. هنحط شويه بشويه طبعا طريقه البشاميل العاديه، وهنفضل نقلب.
طبعا لازم يكون اللبن بارد. صح يا جماعة. نحط هنا شوية ملح، ايه رأيك؟ يلا بينا شوية ملح وممكن فلفل اسود شويه صغيرين. ما تتضايقوش يا جماعه من الفلفل الاسود في البشاميل، دايما بقول لهم لونه يجنن. اه بالظبط، انا بحبه الصراحه. صح؟ شكله بشهي كده، بيكون فيه تون تاني، وبالذات لو معمول فريش. بالظبط، مجروش فريش. مظبوط. دلوقتي طيب، احنا حطينا كمان جبنه بارميجان ولا لسه؟ هنا حطيت. اه هنا بقى، هنا هتحط جبنه بارميجان. بتدخل في اي حاجه، حشريه جدا في المطبخ الايطالي. بالذات في المقاطعه اللي معمول منها اللازانيا دي، اللي هي ايميليا رومانيا، اللي بيسموها الفود فالي او المكان بتاع الاكل في ايطاليا. اهو هنعمل طبقه كده وبعدين نحط عليها الشيتس بتاعه اللازانيا. اوكي. انت بتفضل كم طبقه؟ انا بفضل 4-5 بالكتير. حلو قوي. احنا هنا في مصر طبعا بنعمل 9-10-12. لا انت بقى مختل كده. لا ما انا مصري، انا بقى بهزر يعني علينا. ف احط شيتس اللازانيا. انت عارف انا لما بتبقى اللازانيا انا بفضلها مسلوقه الصراحه، بس طبعا الرفيعه دي ما يعني هي رفيعه جدا، وبعدين لازم تبقى الدنتي. ايوه صح، الدنتي يعني بتعد سنه. الايطاليين بيحبوا كل حاجه بتعد، حتى الخضار. صح، ما بيسووهوش جامد. صح. طيب دلوقتي انا هحط كمان نقطه راجو على كل واحده، وبعدين البشاميلا. على فكره عارفه دايما الامهات المصريه بيقولوا عامل لكم مكرونه بشاميلا. الكلمه دي صح، مظبوطه، لان هي في ايطاليا اسمها بشاميلا. ده على اساس ان البشاميل ايطالي يعني، البشاميل لو إيطالي. طلع ايطالي. على اساس انا بالنسبه لي انا متاثر بهناك ومصدق. ايوه طبعا، انت رحت عشت هناك، نبعتك فرنسا سنتين علشان اتلوث. بص بحط جبنه بارميجانو زي ما قلت لكم، بيتبلوا البارميجانو. طبعا هي غاليه عندنا، ممكن تستبدلوها بالجبنه الرومي عادي. الرومي شبهها شويه. بالظبط. انا ده عندنا ابتدى. يلا الرومي انت عارفه من عيله الجبنه البيكورينو رومانو، عشان كده اسمها رومي. مش رومي عشان أوكي. الرومي هي من روما، الجبنه أوكي. دي البيكورينو من روما. عندك كبشه ثانيه؟ اجيب لك كبشه. يلا بينا. تسلم ايدك يا شيف. ويلا البشاميل اهو جهز. يلا شكرا جزيلا. تقدر تبتدي تحطه. يلا يلا بينا. اتفضل. هناخد طبقه برضو، هو ده اللي هيسوي اللازانيا. طبعا احنا ما عندناش وقت ننتقله اكتر من كده، بس هو المفروض يبقى اتقل سنه صغيره، بس مش زي البشاميل بتاع مكرونه البشاميل بتاعنا، بيبقى اقل شويه علشان يسوي اللازانيا. يسويها. هم الايطاليين بيقولوا ان هم اخترعوا اصلا الاختراع ده عشان يحمي الباستا من الفرن وان هي ما تتحرقش. ايوه. طبعا على قصتها علشان ونبتدي نعيد في الطبقات، نعيد كده كتير لحد في الاخر خالص ما نحط بارميجانو كتير، وبعد كده الموتزاريلا. طيب يلا. في الايطاليين بقى بيحطوا ساعات ريكوتا وساعات بيبدعوا بقى. بيبدعوا في الجبنه اللي بتحط بالسبانخ فوق. كمان انا بحبها قوي، بموت فيها بالجبنه والسبانخ. الريكوتا دي بتجنن، والفراخ اللازانيا اللي بالسبانخ والفراخ. بموت فيها، حلوه. يلا طيب. نحط شويه كمان. اوكي ايه رايك نعمل الطبقه الجايه على انها الاخيره؟ يلا تعالى علشان نعمل نوريهم ازاي. بالظبط، لان انت طبعا الوقت معاك عدى بسرعه جدا. ده انا كمان مبسوط جدا، عينك سريع ما شاء الله. بس ايه خلاص نفترض بقى ان اللي جايه دي الطبقه الاخيره. يلا هنعمل ايه؟ البشاميل. اوكي. وهنحط عليه البارميجانو والجبنه الموتزاريلا. في موتزاريلا على الوش اهي. اوكي موتزاريلا عشان ايه؟ تدينا لون حلو كده وتسيح. حلو اهو البارميجانو الاول، كتير 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 حلوين كده. بتغطيها ولا بتحطها بالزبط. زي ما هي؟ لا بغطيها الاول وبعد كده بفتحها قبل ما اطلعها بشويه. طيب عشان تقعد قد ايه في الفرن؟ تقعد تقريبا ساعه الا ربع عشان الباستا تستوي. طيب وبنسخن الفرن من قبلها على 200 وبعد كده بننزله على 180. يعني بتستوي على 180 بالظبط. حلو، بس شكلها مشهي الصراحه. صح صح، لو كنا عملنا كمان كل الطبقات تبقى احلى. فانتوا تخيلوا ان احنا عملنا كل الطبقات، ولما بتخلص بيكون شكلها شويه. بنسيبها شويه تستريح عشان لما نطلعها ما تبقاش يعني ما تخرش كده، ما تتبهدلش.